راويكم شوية البلاي جراوند أو الملعب الخارجي للروضة. أول شيء نسويه إنه نحط لها سياج أو السور. جبنا المساح وقصنا المساحة وبدينا نأسس السياج، وصار عندنا سياج وباب، ومو واحدة باب، بابين عندنا للملعب الكبير مالتنا. بدت مواد البناء على مود نصنع لهم أكثر من محطة أو مكان استراحة بهذا الملعب. أول ملعب سوينا لهم إياه بالجرافل أو الكونكريت، الصبة الكونكريتية على مود تمشي به السيارات البايسكلات هالشكل. الملعب الثاني سوينا لهم إياه بالووتشيب أو نشارة الخشب، وأيضا تنحط بيها هواية ألعاب يلعبوها الأطفال. الساحة الثالثة اللي دنجهزها الآن هي الساحة الرملية. هذه الساحة الرملية عبارة عن ساحة كبيرة كلها رمل راح تكون، فالأطفال يلعبوا مع الرمل، وحبيت أن يكون الثيم مالتها قارب، فظليت أدور على القارب تقريبا 3 أسابيع، فريت الولاية مالتنا كلها إلى أن لقيت القارب ولونت للقارب، وراح يكون هو هذا الثيم مال هذه المنطقة. راح يكون الرمل بداخل القارب وبرا القارب هالشكل يعني تقريبا. شوفوا هاي المنطقة ما أحلاها، جبت القفص ولونت، هذا القفص يصيدون به اللوبستر. تقريبا الآن كملت ويانا هاي المنطقة، سوينا طلبية الرمل ورح يوصلنا قريبا. وصل الرمل وما أحلاه، وتفحصناه وهو هذا الرمل الخاص للعب الأطفال، ولازم ننقله من هذا المكان إلى داخل البلاي جراوند مالتنا لهذه المنطقة، المنطقة القارب. نقلنا الرمل وفرشناه بهذه المساحة كلها، وبس منتظرين الأطفال يجون ويتونسون باللعب وياه. الآن نجي على تجهيز منطقة جديدة وهي منطقة الرسم. وشنو أكو أحلى من هذا الستاند للرسم، صنعناه بإيدينا وما كلفنا تكلفة كبيرة أبدا، مجرد قطعة باليت وكم من خشباية سوينا فريم للبلكسي جلاس وطلعت ما أحلاها. وسوينا هذا البيت، بنيناه وأسسناه على واحدة من الباليتات، واللي يميز هذا البيت راح نسوي له شناشيل بغدادية على البوابة مالته، اشتغلتها بألوان بابيو وطلعت ما أحلاها. ولون الفريم أحمر وصار البيت جاهز، متحمسين جدا أن يبدي الدوام ويجون الأطفال ويلعبون بهذا البيت. الآن إجا دور نتكلم عن هذا النفق للأطفال. جبته طبعا بسيارة خاصة لأن حجمه كبير، ولزقت عليه دكتيب أسود وثبتت أرجل إلى من أشجار الخشب على مود يتثبت بالأرض ما يبقى رايح جاي، وطلع أحلى ما يكون. شوية ديكور صغير ولمسات فنية وطلع يشبه النحلة، كيف وعلي الصغار. الآن إجا دور نتكلم عن هذه القطعة، كلش سهل تنفيذها وغير مكلفة أبدا موادها. نجيب قطعة البالت وقطعة ثانية بالت ونحط داير جواهم. هيا تبدأ شوفوا، هيا تبدأ. بدأ المطر، بس حبيت أراويكم إيش سوينا اليوم. اليوم الأساسات لهذه الألعاب اللي هي جروس موتر للأطفال. الخطوة الثانية نسد هذه المنطقة بخشبات. الخشبة الأولى هذه واحدة، هاي اثنين، هاي ثلاثة. شوفوا لي المنظر،
الآن نجي على استعمال هذا الباودر. هذا باودر خاص يحطوه للدرج على مبنين يتزحلقون، ونفس الشيء راح نستعمله لهذا الرمل اللي سويناه، يعني ينطف التكستشر أو ملمس للقطعة اللي سويناها على مود ما تزحلق. والأفضل ننطيها أول شيء كوت أصفر، ننطيها وجه أصفر، وبعدها نخلط من هذا الباودر مع البينت مع اللون نفسه وننطيها كوت ثاني. خلونا نشوف شلون راح يكون الفاينل بروجكت. الآن نفكر بشغلة جديدة، هي مو جديدة أبداً، هي كلش قديمة وكلنا بطفولتنا لعبناها ببلدنا. إحنا كنا بالعراق نسميها لعبة التوكي، ما أعرف أنتوا ببلادكم شنو تسموها. المهم غير مكلفة أبداً لكنها تونس. هنا يسموها أشياء جروس موتور للأطفال، إنه الولد رح يجامب وينطنط ويتحرك ويقمز ورح يفهم ورح يشوف الأرقام هالشكل يعني. فتفكرة كلش بسيطة غير مكلفة أبداً وتشغل الطفل. شوفوا ما أحلاها طلعت، كلش حلوة. الآن فكرة جديدة، رح نسوي البلوكس أو المكعبات، لكن مكعبات خارجية. بالبداية جهزنا الأرض وبنينا ستيج أو منطقة لعب للمكعبات، وأيضا كانت باستعمال البالت. ومثل ما تعرفون البالت تجي ناقصة من عندها قطع خشب، فحاولنا نوازن الموضوع بقطعة خشب طويلة فوقها، فبنينا منطقة كاملة نظيفة ومرتبة وأمان للأطفال. الآن بقيت أفكر بإيش أغلفها. اليوم جايين ندور على الحشيش البلاستيك، وهذا حشيش خارجي outdoor carpet، يعني سجادة خارجية بالضبط. هو هذا الأريدة. اوكي هديك السعر، واو مو رخيص بس ما يخالف. هاي الستيشن ناخذها. اخذناها ورحت متجهة للخشب. لازم اخذ قطع الخشب بلوكس، هيجي تجي بلوكة مربعة، واخذها اقطعها، وبعد أن أقطعها نقعد نبردها للخشبات على مدة تكون صالحة للاستعمال. وصارت المنطقة جاهزة، ولازم نبدي ببرد الخشبات. وبدينا نبرد الخشبات واحدة واحدة على مدة تصير هالشكل ناعمة وسوفت، وماكو مجال تجرح إيدين الأطفال الصغيرة. طبعاً الحماس والسعادة والفرحة الكبيرة اللي كانت تغمرني وأني أشتغل بالحديقة الخارجية وأجهز المناطق اللي رح يلعبون بيها الأطفال. هنا رح نجي على بناء المات كيتشن أو المطبخ الخارجي
اللي يستعملوا الأطفال أو يلعبون ويا الأطفال. عندنا شوية خشبات قديمة حاولنا نجمعها ونصنع من عدها هذا المطبخ الصغير للأطفال، والله والنتيجة كانت روعة. هنا حاولنا استغلال هذه المساحة اللي جوا الأشجار، فحاولنا نعلق هذه الأشياء البسيطة اللي تشغل الأطفال يلعبون ويتسلون وبطريقة أمينة. هنا رح نتكلم عن أحد الريجوليشن أو الشروط اللي لازم أن نحط شيد أريا، منطقة مغطاة على مود تحميهم من أشعة الشمس، حتى لو كانت أشعة الشمس قليلة جدا يمنا، بس ضروري جدا أكو منطقة ظل، منطقة في للأطفال. كلش حلوة هاي الخيمة، طلبناها أونلاين من الصين، حطينا الاسم والشعار والمعلومات المهمة عن الروضة مالتنا، طبعونا إياها على هاي الخيمة واستلمناها وفرحنا بيها من وصلت وعلقناها. هاي الجرافل والساحة مالت البايسكلات والسيارات، وهذا البلاي هاوس، هاي البي تانل، هاي الساحة الرملية الساند بوكس ويا البوت، وهناك الموش، هاي الارت ستيشن الحلوة اللي نطعميها بالأشجار، هنا المات كيتشن، هنا الأنعاب، لونتها هذا اللون الزاهر الحلو، شوفوا هذا الطاير ايش قد حلو، ايش هاللونه، هاي الزحليقة جديدة، رح نقصد البلاي جراوند اليوم مثل ما تشوفون كمل الفانس ويانا، وصارت البلاي جراوند مالتنا بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا ايش قد حلوة، شوفوا هذا السياج، وطبعا بها الباب هنا يقعدون الأطفال، وهناك جهة ثانية أيضا. الله الله، هنا قررنا أن نسوي منطقة مخصصة لعبور الأطفال من السنتر للبلاي جراوند، فحاولت أخطط لهم بالأصباغ على مود الأطفال يتعلمون على الطريقة الصحيحة لعبور الشارع، حتى لو كان الشارع مخصص للبناية نفسها بس هو يبقى شارع وممكن سيارة تمر بأي دقيقة، فلازم الولد ينتبه ويتعلم على الطريقة الصحيحة، فقلت أفضل شيء أن أخطط لهم الشارع نفسه.